مشاهدينا أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن دائما نتواصل معكم في إحياء هذه الذكرى 60 لاندلاع الثورة المظفرة من 1 من نوفمبر 1954 900 و1000. إذن من داخل البلاطو إلى خارج البلاطو، ومن خارج البلاطو إلى داخل البلاطو. نحن الآن طبعا خارجا وفي مكتب أحد الزعماء وأحد القادة وأحد المجاهدين الغنيين عن التعريف، الذين أيضا خاضوا هذه الثورة، ثورة نوفمبر المجيد. وإذا نرحب به، أو نحن نرحب بأنفسنا في مكتبه، السيد سعيد عبادو، الأمين العام لمنظمة المجاهدين، الوزير السابق للمجاهدين، وأيضا المجاهد الغني عن التعريف. أهلا ومرحبا بك. إذا بداية السيد عبادو، في البداية نريد الحديث عن هذا التاريخ، تاريخ 1 من نوفمبر 1954 900 و1000. ماذا يمثل لاستعبادو الوزير السابق؟ ماذا يمثل لاستعبادو الأمين العام للمنظمة؟ ماذا يمثل لاستعبادو المواطن؟ طبعا نحن الآن نحيي أو نحتفل بالذكرى 60 لاندلاع ثورة نوفمبر المجيدة، وهذه الانطلاقة تمثل بالنسبة للشعب الجزائري تمثل انطلاقة حقيقية من أجل تحرير الجزائر. فالجزائر عانت الاستعمار لمدة 132 سنة، وكانت هناك محاولات عديدة من خلال الانتفاضات والثورات التي قاموا بها زعماء كبار من الحركة الوطنية ومن المقاومة الشعبية، ولكن الظروف ما سمحتش باش تتحرر الجزائر. فقادة الحركة الوطنية فكروا وخططوا ونظموا من أجل القيام بثورة على أسس صحيحة ومتينة. هذه الأسس طبعا تضمنها بيان 1 نوفمبر 1954. هذا البيان هو يعتبر الأساس الحقيقي للقيام بالثورة والسير بالثورة إلى طريق النجاة. ولهذا فالمجاهدون خلال كفاحهم 7 سنوات ونص التزموا بالمبادئ التي وردت في بيان 1 نوفمبر وبالخطة، وفي النهاية حققوا الانتصار. حقيقة كان الثمن باهظا، الثمن هو 1.5 مليون من الشهداء من أجل تحرير الجزائر. إذا سعبادو، ربما حديثك عن، قلت بأنه هذا التاريخ وهذه الثورة هي التي قادتنا إلى الانتصار وإلى الاستقلال، ومدام نحن اليوم نعيش هذا الاستقلال ونحن في 1 من نوفمبر 2014، لو نتحدث اليوم عن الجزائر، ماذا نقول عن الجزائر، عن الدولة الوطنية؟ في الواقع رأينا هو أن معركة التحرير مرتبطة بمعركة البناء والشيء. نحن حررنا الجزائر من أجل بناء الجزائر، من أجل تجسيد ما جاء في بيان 1 نوفمبر، هو إعادة الاعتبار للدولة الجزائرية دولة ديمقراطية، دولة اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية. هذا هو الهدف. لكن ألم يكن هناك انحراف بعد الثورة ولمسار الذي بدأه الذين استشهدوا والمجاهدين الذين بقوا أيضا بعد الثورة؟ والله على كل حال، لأن بعد الاستقلال
الأسلوب والطريقة ليس كما الثورة يعني فهمتني إلى آخره، ولكن كما قلت نستطيع أن نقول بأن نحن حررنا الجزائر من أجل بناء الجزائر، بناء دولة في كبارها هذه الدولة أو في الأهداف تاعها تكون في مستوى التضحيات. لكن يمكن في بعض الأحيان أن الظروف والصعوبات ما تخليش الإنسان حتى ولو هو عنده إرادة باش يوصل للأهداف، ما تخليش الإنسان يوصل لهذه الأهداف، لأن بناء دولة ليس بالأمر السهل في الظروف الدولية، في المناخ اللي راه موجود، في الإمكانيات اللي هي موجودة، فهمتني إلى آخره. كلمة تحدثت عن بناء الدولة وهذه الأهداف لبناء هذه الدولة ربما يأخذني لطرح سؤال آخر، هو شيء أيضا دفع عليه السعباد كثيرا، هو تجريم الاستعمار. تجريم الاستعمار، ما هي جدية السلطة اليوم في خصوص هذا الموضوع؟ احنا قضية تجريم الاستعمار طرحت في الوقت اللي مستعمرين بالأمس أي الفرنسيين أصدروا قانون مر على البرلمان بغرفته يمجد الاستعمار. فقلنا إذا كان مثلا نقولوا 132 سنة من التدمير ومن التخريب ومن الإبادة ومن الفقر ومن كذا، يعني كأن فرنسا جاءت الجزائر من أجل التمجيد. فنحن كلنا يعرف كيف تركت فرنسا الجزائر مثلا نقول في 62، وكيف كنا نعيش في الثلاثينات، وكيف كنا نعيش في الأربعينات. وطرحنا السؤال هل هذا هو تمجيد؟ وتعجبنا من الفرنسيين، من البرلمانيين الفرنسيين أن يصدروا قانون مثل هذا. وأكدنا وطالبنا من البرلمان الجزائري أن يرد بقانون على قانون، لكن نتأسف كثيرا أن هذه المبادرة يعني لم تؤخذ بعين الاعتبار، لم تلقى النجاح المطلوب. ولكن الوقت في الواقع لم يفت، فنحن دائما وراء هذه المطالب، فهمتني، ونتمنى من البرلمان الجزائري بغرفته أن يمر هذا القانون. ومن الجانب الفرنسي، دائما نحن نقول بأنه نحن في الستينية اليوم، ستينية اندلاع الثورة المظفرة، ما هو صالح فرنسا اليوم من عدم اعترافها بجرائمها في الجزائر؟ هو في الواقع نحن نؤكد ونقول باللي إذا كان فرنسا حقيقة ترغب في إقامة صداقة وعلاقة حقيقية مع الجزائر، فالجزائريين ليسوا بحقودين. فنحن نعرف بأن عدد من الشخصيات الفرنسية ساعدت وساندت الثورة الجزائرية. إذا كان فرنسا بالفعل ترغب في علاقات حقيقية في مختلف الميادين، فنحن مستعدين لذلك، ولكن بشرط أن تعتذر للشعب الجزائري عن الجرائم التي ارتكبت وعن عمليات البيع، وتعوض الشعب الجزائري وتعوض الحالة اللي خلت عليها والدمار الذي تركته في الجزائر ماديا ومعنويا، وتعوض الشعب الجزائري، فهمتني. وأعطينا مثلا أن ألمانيا وفرنسا
كيف تعاملت فرنسا مع ألمانيا وكيف تعاملت ألمانيا مع فرنسا. وألمانيا وفرنسا عوضت لها ألمانيا بدعم من الحلفاء، وحتى تحرير فرنسا كان لولا ما كانش الدعم تاع الحلفاء ما كانش فرنسا تتحرر. هذا هو المقصود نتاعنا. نحن لنا رغبة في إقامة علاقات حقيقية ومع الشعب الفرنسي ومع الدولة الفرنسية، لكن بشرط أن تعتذر وتعوض. نعود إلى كتابة هذا التاريخ، كتابة هذا التاريخ الذي نتحدث عنه الآن والتأريخ. هل ترى سعبادو بأنه اليوم كتابة التاريخ والتأريخ استوفى حقه من الموضوعية من جهة ومن الحقيقة أيضا من جهة أخرى؟ كتابة التاريخ ليس بالأمر السهل، فحقيقة هناك مجهودات كثيرة بذلت في هذا الميدان، وخاصة من طرف المجاهدين، فآلاف الشهادات سجلت وهي الآن موجودة في المتاحف تاع المجاهد وفي مركز الدراسات، وآلاف الصور جمعت وآلاف الوثائق جمعت. ولكن نحن نقول بأن المجاهدين لا يكتبون التاريخ، المجاهدين يمكن أن يدلوا بشهاداتهم، وإحنا أكدنا ولحينا على المجاهدين أن يدلوا بشهاداتهم كما هي، ويسلموا الوثائق اللي لديهم والصور. ولكن في رأينا، ويظهر لي هذا هو الرأي اللي يقدر يتلائم مع كتابة التاريخ، أن كتابة التاريخ هي من تكون من طرف المختصين، من طرف الأساتذة ومن طرف الباحثين ومن طرف الأساتذة، هم الذين يحللون الشهادات ويقارنونها بعضها بعض، ويقارنون بين الشهادات والوثائق ويكتبون التاريخ. فهمتني؟ فحقيقة كما قلت أن هناك آلاف الشهادات وهناك عدد كبير من المذكرات اللي كتبوها المجاهدين، هذه تقدر تكون كروافد ولا كأساس. أنا نتمنى من الأساتذة تاع التاريخ ومن الصحفيين أن يغتنموا هذه الفرص، هذه الذكريات المعارك التي نقيمها وليحضرها عدد كبير من المجاهدين، ذكريات الأيام التاريخية، ويقوموا بجولات في مناطق الجبلية اللي صارت فيها المعارك، في معالقة المعارك، ويتصلوا بالمواطنين ويتصلوا بالمجاهدين، ويحصلوا فعلا على كنوز من الشهادات الحية ومن البطولات اللي قاموا بها، وفي ذلك يقدروا يكتبوا التاريخ. والجامعة الحمد لله اليوم الجامعة الجزائرية تتوفر على كليات وعلى فروع التاريخ، وهناك أساتذة بارزين في هذا الميدان. استسمحك فقط سعبادو، نتوقف إذن مشاهدينا لفصل قصير، بعده نواصل مباشرة.